نبتدي كده بحاجه خفيفه كده نجري ريق الناس. بصدور الرومي اللي انت هتعملها بصوص المشروم. حلو قوي. تمام. صدور رومي بصوص المشروم. تمام. هقول مقادير. اتفضل يا فندم. طيب عندنا صدور الرومي عباره عن صدور ديك رومي بصوص المشروم. صدور رومي او تركي، مشروم، كابري، كريمه لباني، دقيق، زبده، ملح وفلفل. تمام. وازود من عندي ليك انت، هتحط عليها ديمي جلاس مش كده؟ صوص الديمي جلاس. ما قلناهوش في المقادير. ما قلناهوش. لان ده مش موجود عند اي ست. تمام. صح؟ قول لنا هنعمل ايه بقى؟ قول لنا هنعمل ايه؟ بسيطة جدا. هما بس برضو يسامحونا ان احنا ايه؟ عشان وقت الحلقة فاحنا مجهزين معظم الحاجات. ده صدر رومي حضرتك مسلوق بس عادي. جبنا الصدر سلقناه. مع بوكيه جرنيل عادي خالص. بتربطه عشان ما او بتلفه بستريتش فويل. بستريتش فويل. اه. استريتش اللي هو الورق اللي زي زي البلاستيك. اللي زي البلاستيك. مع بوكيه جرنيل وجزر، كرفس، بصل، ورق لورا، حبهان. اتسلق عادي جدا. وتشرح يتقطع. بعد ما يبرد يتشرح زي ما انت شايف. احنا بس الفكره شفنا، معلش انا اسف يعني، ان احنا عايزين اللي هو متاح وبيتعمل في المناسبات اللي زي عيد الاخوه المسيحيين بس نقدمه بشكل مختلف. حلو قوي. ويمكن القنوات كتير وبرامج كتير ما قدمت الديك الرومي على جميع الاشكال، واحنا كمان قدمنا، احنا حبينا نغير يعني طبعا ونقدم. انا فكره ان احنا نقدم الديك الرومي على بعضه ده حلو، لكن احنا عايزين نشوف بقى تغيير عشان بقى التغيير بس بالزبط. طبعا كله حلو وبيعملوا حاجات جميله. طيب. ما شاء الله. صدر الرومي. صدر الرومي قطعناه بعد ما اتسلق ويبرد بيتقطع سلايس. تمام. تمام. احنا برضو الفكره ان احنا عايزين ستات البيوت تهتم شويه بالجرنش وبالبرزنتيشن اللي هي بتقدم بيه. حلوة. حاجات المتاحه عندها بس بتسهل عليها. ده صدر الرومي اتقطع في طبق، بختار طبق كويس، بعمل حاجه بسيطه للجرنش والصوص جاهز عندي. شفت ديمي جلاس اهو على النار اهو قدامك لو عايز. على النار والطبق عندي اهوت، والمشروم موجود. هو الفكره انك انت صدر الرومي واخد البوكيه جرنيه في ميه المرقه اللي هي بتتسلق فيها. البوكيه جرنيه اللي بتتسلق جزر، جزر، كرفس، ورق لورا، حبهان، بصل، ملح وفلفل. حلو قوي. احنا عندنا الصوص اللي هو صوص الديمجلاس دلوقتي بقى بودر متوفر وسهل جدا. تمام. وطعمه جميل جدا. ديمجلاس يا جماعه عشان برضو اشرح لهم عشان الناس تبقى عارفه، هي الديمجلاس عباره عن عظم بيتحمص. بيتحمص بس هو بقى يعني زمان كنا بيقعد 12 ساعه مثلا. طبعا. بيغلى على النار، بنحمص العظم وبعدين بنجيب بوكيه جرنيه برضو اللي هو بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان، بينزل معاه يتحمص معاه بعد ما العظم يتحمص. ده يتحمص وينزله مع بيون ميه وبيقعد. اي حته عظم ولا عظمه من حته معينه؟ يا بيفضل ان هو يكون البنات اللي هو الكبير. بيفضل كنا بنقعد يغلي بقى ده لغايه ما يعني يتقل كده. مش اقل من 10 12 ساعه على ما يقول انا خلاص. بناخد الصوص ده بنصفيه وبعد كده بقى بنتبله وبنعمل له التست بتاعه الاخير. طيب. بس ده طبعا دلوقتي بقى اللي هو البودر موجود وبتست عالي جدا. لا بيبقى احلى بكتير يا جماعه. ومتوفر دلوقتي في كل مكان على فكره. شفنا وده كل المحلات بتشتغل فيه والفنادق والمطاعم الكبيره بيشتغل بالديمي جلاس. تمام. صوص الديمي جلاس اللي هو الكيس مع ميه سخنه بيغلي هو بيربط لوحده، بيعمل الرول لوحده، وبنزل معاه المي الكريمه اللبانيه. تمام. وانا اضيف المشروم. ايوه مشروم سلايس. لو ما عندكوش فريش يبقى انت ممكن تجيبوا المعلب. احنا يعني هي الفكره ان احنا عايزين نسهل على الناس. تمام. يعني عايزين نسهل عليهم ان هم يعملوا شغل كويس يسعدهم ويبقى الامكانيات اللي عندهم المتاحه بس عملنا سفره محترمه. بالظبط. وبالنسبه للمناسبات انت عارف كله بيتعزم بقى في البيوت الكبيره ويبقى عرفوا نعمل سفره، فاحنا اخترنا يا رب يوفق ان شاء الله. يا رب كده ان شاء الله كل ايامنا تبقى حلوه وايامنا كلها بس عياد. شفنا بناخد الصوص. احنا ما صعبناش عليكم يا جماعه خالص خالص خالص. الصوص بينزل على الصدر بحيث ان هو المشروم ظاهر اهو. طبعا احنا فكره ان احنا نضيع وقت نسلق او نعجن او كذا، احنا عايزين نوري الناس المنتج النهائي وشكله ايه. النهائي مهم قوي. ما خدناش اي وقت وده ما بياخدش اي وقت. ما خدش وقت، يعني احنا لو سرق الصدر دوت عندنا في الثلاجه نقدر نقدمه بالطريقه دي. هتقولي الصوص ده موجود فيه ايه؟ ده صوص ديمي جلاس معمول عليه بكريمه لباني وتحط له شويه ميه سخنه. وميه سخنه كده نرفع ده مش عايزينه خالص. تمام كده احنا طبق بسيط سهل سهل جدا جنب الوليمه اللي احنا معموله وجاهزه. تمام.